ده مشروع جارديان انشيل، عباره عن سمارت اي تي سيستم بيستخدم مع ذوي الاعاقه، مع كبار السن، مع الاطفال، وممكن برضه يستخدم في منازل للناس اللي عندهم اعاقات مؤقته زي مثلا كسور او ضلوع منعاهم ان هم يتحركوا او يتحركوا على كرسي متحرك. المشروع بيضم كذا فانكشن، هو بيضم بالظبط 3 فانكشن. طبعا الكونكشن هيبقى ليها بارتيشن بنتكلم عنه لوحده، ولكن هنتكلم عن اول حاجه هنذكر 3 فانكشن وبعد كده كل فانكشن هنوريها لحضراتكم بالتفصيل. ثلاث فانكشن سريعا كده، اول حاجه مجموعه من السنسورز بتخدم الشخص المعاق دوت او الشخص الراجل الكبير دوت. السنسورز دي هنتكلم عنها بشكل من التفصيله من جزئها، بس سريعا كده في عندنا سنسور قلب من خلال البالس بتاعت القلب هو بيبريدكت الكونديشن مع بعض الحاجات طبعا اللي اليوزر لازم يدخلها زي مثلا سنه، هل هو ذكر ولا انثى، والانبوتس دي كلها بتتباص الموديل بيبريدكت اذا كان الشخص ده عنده حاله او كده. في برضه سنسورز التمبريتشر، سنسورز الرطوبه، سنسور اللايت، الحاجات دي كلها في جزء الكونديشن بقى توضح بتروح فين وبتيجي منين. تمام، ده اول حاجه السنسور. تاني حاجه هي البوز، البوز استيميشن. السنسور في نظام المابنج اللي هو بيمشي على ماب معينه موجوده فيه، الماب دي بتبقى المكان اللي هو موجود فيه، مثلا لو هو موجود في مستشفى بتبقى المستشفى، البيت البيت وهكذا. الروبوت بيمشي في المكان، تمام، اول ما يلاقي المريض مثلا لا قدر الله اغمى عليه او وقع على الارض بيبدا البوز موديل، تمام، اللي احنا استخدمناه في ميديا وايب بيديتكت اذا كان الشخص واقف ولا واقف ولا واقع ولا كده. والروبوت حجمه صغير فهو بيبقى موجود على الارض، يعني مش مثلا ممكن حد يقول افرض واحد نايم، هو مش هينام على الارض، هو بيبقى حجمه صغير على الارض، فاول ما يلاقي واحد واقع على الارض على طول بيتصل بحد سوبرفايزر مسؤول عنه او حد من ابنائه لو كان راجل كبير او كده يعني. طبعا بجانب ان هو بيعمل بازر وبجانب ان هو بيعمل الارم وهكذا. الموديل الثالث هو سنسورز التليفون، مستخدمين ماستر اوف ثينكس، البلاتفورم بتاعت ماستر اوف ثينكس ديت بيبقى فيها مجموعه من السنسورز، كل السنسورز الموجوده في التليفون بتتبعت على البلاتفورم بتاعت ماستر اوف ثينكس عشان بعد كده تتعرض على داشبورد، تمام، من خلالها ممكن يتاخد اكشن بيست على كل السنسورز اللي في التليفون. يعني في عندنا البيدوميتر، في عندنا الابروكسيميتي، في كذا سنسور، كل السنسورز الموجوده في التليفون بتترفع على بكود جافا سكريبت طبعا على البلاتفورم بتاع ماستر اوف ثينكس ومن خلالها بتاخد اكشن. تمام، دلوقتي بقى هنبدا نفاجول كل فانكشن من غير ما نبدا. اول حاجه السنسورز فانكشن، ده حضراتكم هنبدا دلوقتي دي جي او اي بتاعه الروبوت. تمام، المفروض ان الجي او اي دي فيها الفانكشن اللي احنا قلنا عليها، فلو بدانا ستارت اب كده يوسف. تمام، الويذر كونديشنز دي كل السنسورز الموجوده عندنا، السنسور بيبدا يحسب هو دلوقتي بيديتكت مثلا ان في احنا عاملين ان هو في الحالات الخطر سواء في الغاز او كده او في اللايت، يعني لو في كونديشنز معينه في السنسور، السنسور بيبدا يعمل الارم، عشان كده هو عمل الارم دلوقتي. لكن هو دلوقتي لو شلنا دي هتلاقوه ان هو عارض، هو غنى عشان في حالات خطر. تمام، بس دي كلها قرايات السنسور زي هو انا بيقول ديتكتد دينجرس، لان احنا يعني حاطين حاله خطر. طبعا هو دلوقتي المكان ما فيهوش حاله خطر، بس احنا حاطين حاله خطر، احنا معليين نسبه الغاز علشان يدي الالارم ده. تمام، لكن هو بوجه عام بيعرض السنسورز كلها. تمام، حالات هتبقى غلط، يعني مثلا لو الحراره زادت، لو الرطوبه زادت او كده عن صحه المريض، فطبعا ده بيبقى خطر على صحه المريض، فدي تدي الارم عشان تنبه الناس الموجودين في المكان فتيجي تلحق. تمام؟ طيب ده بالنسبه للسنسورز. طبعا في نص ثاني للسنسورز اللي هو بتاع الام او تي ماستر ثينكس، ده هنتكلم عنه في الاخر، بس حاليا هنتكلم عن جزء البوز، ده اهم ويمكن اكتر جزء كان مجهد بالنسبه لنا، ان الروبوت هتلاقيه دلوقتي زي ما هنوري لحضراتكم بينافيجيت، بيفضل ماشي في المكان، في الجوريزم معين كده بيخليه نافيجيت في المكان، اول ما يلاقي حد واقع بيبدا ان هو يتصل بالشخص. تمام، ويشغل البوز موديل، ده البوز موديل هيتعرض في فيديو لوحده، والاتصال يعني هنوري لحضراتكم في التليفون هو بيتصل. تمام، دلوقتي احنا ظلمنا الدنيا خالص اهو علشان نبين مدى الاكيورسي بتاعت الروبوت، ان هو اول ما يشوف يوسف واقع كده تمام هيتصل على طول بالتليفون اللي في ايد يوسف. تمام، فدلوقتي انا حاطط قدام اوبستكل علشان هيتفادى الاوبسكال دي، هو المفروض ان هو بينافيجيت عادي، بيمشي في البيت عادي لحد ما يلاقي حد واقع. تمام، فهفعل نظام المابنج مود دلوقتي، ستارت ماي بوت مابنج مود، وهدوس على المابنج، فهيبدا الدار بدا يتحرك وهو ماشي معايا اهو. تمام، لا الاوبستكال دخل يمين،
تمام، بدا يمشي فورورد، بعد كده وقف، هو ستوك والبطاريه قربت تخلص تقريبا. اول ما شاف روبوت، اول ما شاف يوسف وقف، اتصل اهو نارجي روبوت. بس دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم الروبوت قدر الحمد لله ان هو يديتكت يوسف ويرن عليه، تمام. طبعا التاسك دي كانت فيها تاسكين، تاسك المابنج ان هو يمشي ويكونفجر الاوبستكل ويتفاداه، وتاسك الموديل. احنا عرضنا دلوقتي كله على بعضه، تمام. بس الموديل كان تاسك يعني معقد جدا، وفي كونكشنز وفي حوارات، ولسه موديل كونكشن هنتكلم اكتر عن الموضوع. فدلوقتي احنا محتاجين نوري حضراتكم الموديل بتاع البوز منفصل هو شغال ازاي، تمام. ربنا رمينا كود البوز، تمام. ثانية هو بيرن بس. هو كده اريني اهو، تمام. كونشس، تمام. عامل لي كل البوز كامل كونشس، تمام. طيب انا بقى لو مثلت ان انا مثلا ميت ورفعت ايدي كده، تمام، هو دلوقتي شغل البازر لمده 5 ثواني وراجع تاني، تمام. اراني برضو ان انا انكونشس، شغل البازر لمده 5 ثواني وهيرجع تاني، تمام. رجع تاني يقرا وهكذا، امد ايدي كده وافرد بس، تمام. اخر جزء بقى في الفانكشنز هي الماستر اوف ثينكس، وهناخد سنسور من السناسر. يعني احنا عدينا جزء السنسور، بس هناخد سنسور القلب لان ده اكتر سنسور تعبنا، تمام. ليه؟ لان هو يعني كان اول مره نتعامل معاه، وفي يعني زي 3 سلوك كده بيتوصلوا بال يعني بالدراع كده علشان يديتكت النبض، واحد بالدراع اليمين، واحد بالدراع الشمال، واحد بالرجل كريفرنس. فده كان اكتر حاجه يعني تعبتنا. فاللي هيشرح الماستر اوف ثينكس هي باشمهندس سنت، واللي هيشرح سنسرز القلب باشمهندس مرام وباشمهندس امين. جزء من الميديكال سيستم بتاعنا مستخدمين فيه الاي سي جي موديول عشان نقيس ضربات القلب في الثانيه، ده الاي سي جي موديول، وده المايكرو كنترولر اللي استخدمناه. كده وصلنا الاي سي جي موديول، وهنعرض كود الاردوينو والرن بتاعه وعرض القرايات. اول حاجه استخدمنا الاردوينو اي دي عشان نعرف ناخد قرايات السنسور، بعد كده نعرضها عندنا. احنا استخدمنا هنا مكتبة بايسيريال عشان نعرضها على بايثون، ونخزنها في داتا فريم. بعد كده هنا عرضناها بالشكل ده، وده مودرن ماشين ليرنينج بنبريدكت هل الريات دي بتدل ان الشخص ده نورمال ولا اب نورمال. عندنا هنا في الجي او اي بندخل بيانات المريض اللي خدنا منه الريات دي، العمر والجندر والتشست بين لو في تعب في الصدر ولا لا، وبيبريدكت ان هو طلع نورمال. اخر حاجه عندنا الام اكس تي تي بنببلش ان هو طلع نورمال.
دلوقتي احنا هنبدا نتكلم على الكوميونيكيشن. احنا بالنسبه لنا الاوتبوت بتاع الكوميونيكيشن ظهر في اليو اي وفي الموديل وكده، بس احنا دلوقتي هنخش في تفاصيل الكوميونيكيشن. احنا عندنا اربعه كوميونيكيشن، اهم واحد او اولهم اللي هو اي دبليو اس امازون، وعندنا الام كيو تي تي، وعندنا اللي هو الفاير بيس، وعندنا ثالث واحد اللي هو المديول جي اس ام. هنبدا باهم واحد اللي هو الامازون الاي دبليو اس. بالنسبه لنا في امازون احنا بنرفع كل قرايات السنسور على امازون، عشان اهميه امازون ايه؟ ان احنا نستخدم كداشبورد ونعرض بيها الحياه ونستخدمها، وان كله يكون مرفوع على امازون. وهنوريكم دلوقتي الاوتبوت بتاع امازون. السلام عليكم. ده التاسك بتاع امازون. دلوقتي احنا موصلين الاي اس بي ورفعنا الكود بتاع امازون. قبل بس نتكلم على يعني تفاصيل الكود ونشوف الاوتبوت على السايت سبسكرايب على امازون، هنا على التوبيك يعني. في بس ملحوظه مهمه لازم تتقال، وهي على الرغم من ان انا ويوسف بس اللي بنظهر التاسكات او بنعرضها، الا ان الباشمهندسات كلهم مش يعني بفضل الله شاركوا في البروجكت ده بفاعليه يعني كبيره، تمام. بس الفكره ان يعني ما قدرناش نتجمع بعد المناقشه، لان احنا يعني كل واحد سافر. فعشان كده انا يوسف بس اللي قدرنا نتجمع، وللاسف ما قدرناش نتجمع مع باقي الباشمهندسات. لكن كل واحد ليه تاسكه، وكل واحد يعني شارك بشكل كبير جدا في البروجكت. يعني مثلا بالنسبه لامازون، باشمهندسه نيره هيئت الشغل اللي على امازون، سواء كان الديفايس بقى السيرتيفيكتس والحاجات دي والبوليسز والكلام دوت، وانا كان عليا ان انا اربط بقى الهاردوير، يعني ان انا اتعامل مع الهاردوير واخد بقى اللي باشمهندسه نيره عملته على امازون اربطه بالهاردوير. وكذلك بقى في باقي البروجكتات، سواء كان في سنسورز، سواء كان في كونكشنز او اي حاجه، تمام. فدي ملحوظه كان واجب ان احنا نقولها للامانه يعني. طيب بالنسبه لكود امازون، طبعا ده الكود الاصلي بتاع اللي بيترفع يعني من خلال اردوينو اي دي اي. وده في حاجتين، الواي فاي، تمام، او في بالظبط ثلاث حاجات، الواي فاي والبابلش سبسكرايبر والتعامل مع امازون نفسه بقى، تمام. طيب الواي فاي طبعا بنكونكت على الواي فاي، يعني مش عايزين نخش في تفاصيل الكود عشان الفيديو ما يكبرش يعني اكتر من كده. وبالنسبه للبابلشر سبسكرايبر، مكتبه البابلشر سبسكرايبر هي علشان احنا عايزين، الغرض ان احنا عايزين النود ام سي يو اللي معانا، احنا شغالين على اس بي ايا كان يعني، تشتغل كبابلشر، تمام، بحيث ان سبسكرايب عليها او على التوبك اللي النود ام سي يو بتبلش عليه من خلال امازون، تمام. طيب عندنا بقى فايل اللي هو secrets.h، ده حاطين فيه كل التفاصيل بتاعه الديفايس اللي احنا عملناه على امازون. فاحنا عندنا طبعا اهم ثلاث حاجات هي السيرتيفيكت والبابليك كي والبرايفت كي، وكل الكلام ده احنا حددناه. يعني البرايفت كي او البابليك كي او الحاجات دي واخدينها من امازون، عملنا لها داونلود بعد ما كريتنا الديفايس ودخلنا جواها، عملنا لها كوبي بيست من هنا، تمام. فدلوقتي احنا رفعنا الكود، تمام، لو فتحنا السيريال كده، السيريال تحت مفتوح اهي، تمام، هنلاقي ان هو بيبعت، تمام. طبعا ممكن نغير القيم، تمام، لا يعني جيت نفخت في الرطوبه كده شويه عشان تتغير. زي ما حضراتكم شايفين كده القيم اتغيرت. وجينا بقى هنا سبسكرايبنا، فتحنا امازون وخدنا الاسم التوبيك الاود ام سي بتبلش عليه وعملنا له بيست هنا، تمام. طبعا هنا بنحدد عايز يعني تكيب كام مسج، يعني تخلي كام مسج بس، ما تفضلش تعرض على طول عدد المسج. فمثلا نخليهم 10 زي ما هي، ونبدا نسبسكرايب كده، تمام. فنلاقي ان هو عرض لنا المسج اللي احنا كاتبينها في الكود هنا، تمام. وبعدين بدا ان هو يعرض بقى القرايات، نفس القرايات اللي موجوده عندنا هنا. طبعا في الاول يعني هو عرض بس ايه القرايات الموجوده في الاول، الحراره 28 والهيوميديتي 56. فزي ما حضراتكم شايفين كده نفس الحاجه اتعرضت على امازون، تمام. ده بالنسبه للتاسك امازون. احمد وضح في الفيديو اللي فات الاوت بوت بتاع اي دبليو اس. احنا دلوقتي هنتكلم على تاني كونكشن اللي هو الام كيو تي تي. الام كيو تي تي فايدته ايه؟ ان هو بيتكلموا على نفس اللان فبيكون بسرعه، فبيبقى عندنا بابلش وسبسكرايبر بس بيتكلموا على نفس اللان، فبيكون الاكشن بتاعهم سريع. وزي ما وضح قبل كده في الفيديو ان هو الموديل اول ما ديتكت حد رايد على الارض اللي هو انكونشس،
فبعت بسرعه على الـ ام كيو تي تي ببلش بسرعه ان في حد انكونشس، والنود ام سي يو استقبلت في الوقت ده ان في انكونشس فشغلت بازر انذار شغلت اكتر من حاجه. احنا هنتكلم على اخر اثنين كوميونيكيشن، احنا بالنسبه لنا اخر اثنين اللي هو الفاير بيز وميديول جي اس ام. الفاير بيز هي مسؤوله ان احنا بنرفع كل جرايات السنسور عليها بحيث ان احنا نعمله اناليسيس داشبورد للحاجات دي، وعندنا اهم سنسور سنسور القلب ده بيرفع قراياته على الفاير بيز بحيث ان احنا ناخد القرايات دي من على الفاير بيز وندخلوها على موديل يستنتج حاله المريض ان هو حالته الصحيه تمام ولا ايه، بيستنتج من قرايات سنسور القلب. اخر كونكشن اللي هو ميديول جي اس ام. ميديول جي اس ام ده ايه؟ بيحول التليفون، بيحول الروبوت لتليفون بحيث ان هو في اي وقت محتاج عن طريق ان هو بيوصل بخط في اي وقت محتاج يكلم اي حد بيكلمه. واستخدمناه في ايه ده؟ استخدمناه في موديل البوز ان هو اول ما بيحصل انكونشس بيرن على حد مختص. احنا عملناه بيرن علينا بس هو المفروض يرن على حد الشرطه المطافي حاجه كده. دلوقتي زي ما يوسف اتكلم حضرتك على الكوميونيكيشن لايرز واستعرضنا بعض السنسورز اللي كان عليها شغل كتير زي سنسور القلب او سنسورات التليفون من خلال ماستر اوف ثينجز او الدي اتش تي والتمبريتشر زي ما عرضناهم برضو على الشاشه بتاعت الروبوت. والكوميونيكيشن لاير كان غرضها ان احنا نتعامل مع الداتا بشكل يعني مور افيشنت او نستخدمها كداشبورد او كده. طبعا العلم كل الاي او تي سمارت جارد سيستم دوت ده جزء من مشروع كبير وهو مشروع التخرج. ده يعني ده جزء من مشروع التخرج، في حاجات تانية وفي تفاصيل تانية ممكن باذن الله نتكلم باستفاضه عنهم في مشروع التخرج. شكرا حضرتك.